كنت أصلي العشاء ثم ركعتي الشفع، وفي الليل أصلي ما شاء الله لي ركعتين ركعتين، ثم أختم بالوتر 3 ركعات أصليهم ركعتين ثم ركعة. لكني سمعت أن صلاة الوتر ركعة واحدة، فأصبحت أصلي العشاء ثم أنوي صلاة ركعتين على أنها نافلة صلاة الليل، وفي الليل أقوم لأصلي ثم أختم بركعتي الشفع ثم ركعة الوتر. أرجو التوضيح أيهما صواب، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الركعتين اللتين بعد صلاة العشاء يكونان راتبة العشاء، لأن راتبتها بعدها، فهي من السنن الرواتب التي مع الفرائض. وأما صلاة الليل فإن شاءت أن تقدمها قبل النوم إذا كانت لا تثق من قيامها في آخر الليل، تصلي ما تيسر لها ثم تختم ذلك بالوتر، لأن تصلي ركعتين شفعا ثم تأتي بركعة الوتر وهي الثالثة. وإن كانت تثق من قيامها في آخر الليل فإنها تؤجل الصلاة إلى آخر الليل، لأن هذا أفضل وهو وقت النزول الإلهي، ولتكون من المستغفرين بالأسحار، فتقوم من آخر الليل وتصلي ما تيسر لها ثم تصلي ركعتي الشفع ثم تأتي بركعة الوتر بعدهما، ويكون ذلك ختاما لصلاتها في آخر الليل. وكلا العملين جائز وفيه فضل ويدرك به قيام الليل، ولكن العمل الثاني الذي يكون في آخر الليل أفضل. نعم.